عليكم. اليوم جايب لكم هذه الكاميرا القديمة. هذه الكاميرا، شوفوا هذه كاميرا قديمة طبعا عن طريق الأفلام. هنا شوفوا كيف مكتوب عندكم الآن الكاميرا القديمة عن طريق الأفلام. طبعا زي هذه تقدرون تطبعونها. طبعا نظامها نظام هذه الصورة، شوفوا قديمة بالأفلام. راح نشوف كيف، طبعا ما عندنا فيلم لكن راح نشوفها. طبعا تجون من هنا، شوفوا كيف هنا تضغطون هذا تفتحونه، شو عندك يقول 600 فيلم. تقدرون تجي هنا يكون تدخلون الأفلام هنا، بعدين تسكرونه، وبعدين تصورون وتختارون من هنا التصوير كيف الإضاءة والأشياء والعدسة. طبعا هذا النظام القديم جدا اللي لاحقين عليه الناس، اللي لحقوا عليه. بعد ما تختارون كل شيء الزوم، هذه بعدين تجون تحطون من هنا تناظرون اللي هي الصورة، تناظرونها من هنا، بعدين تصورون من هنا هذا التصوير. تضغط راح ياخذ لك صورة، بعدين راح تتحمض، يعني ايش، تطلع الصورة من هنا جاهزة زي كذا، زي هذه تكون جاهزة على طول تحفظها. طبعا تجمعون لكم صورة صوركم واشياءكم كلها زي كذا، تصير عندكم 600 كذا، كل هذا يكفي 600. شوفوا كيف تعب، يعني مو زي الآن طريقة الديجيتال. الجهاز اللي هو التمارين الاوتوماتيكي. طبعا راح نبدأ الآن مع هذا الجهاز الاوتوماتيكي. طبعا هو هنا فيه عندكم ريموت تحكم هذا، بسم الله، هنا يفتح ريموت تحكم، تقدرون تشغلونه وتختارون السرعة وكذا. راح نشوفه طبعا هذا يتحرك اوتوماتيكي على طول، راح نشوف كيف يتحرك. راح نشبك الكهرب نشغل، بسم الله، بعدين نجي هنا عند زر التشغيل ونشغل. بعد ما شغلنا راح نضغط على الباور هذا التشغيل، بسم الله، شايفين كيف. طبعا هنا انت تحط رجلينكم هنا، كل واحد يحط رجله هنا، يصلح هذا للناس اللي تبي تتحرك بس يعني ما عندها نشاط، راح يساعدها هذا على الحركة. هنا تقدر تختارون النوع المود اللي هو السرعة، تختارون تزودون السرعة، تختارون النمط، الوقت اللي تبغون. طبعا هذا الجهاز كويس انك تجلس على الكرسي او شيء، تحرك رجليك بدل ما يصير في عندك خمول او شيء، يصلح هذا، حتى يصلح بعد كبار السن اللي عشان يتحركون، اللي قليلين النشاط. الافضل انكم تمشون يعني في الاماكن المخصصة، بس اذا ما عندك نشاط هذا راح يساعدك ان يحرك رجليك لا اراديا، يعني هو شغال على طول الجهاز. عندنا هذا اللابتوب، شوفوا الإضاءة كويسة ما شاء الله، يجي كذا ألوان حلوة صغير. راح هذا السفلي يجي هنا بعد مثبت، يجي معه قاعدة مثبتة هنا واحد وهنا واحد، عشان إذا بغيتوا ترفعون الكيبورد يصير مرفوع من على جنب. طبعا فيه هو سلك هنا تشبكونه على طول في اللي هو الكمبيوتر. البداية عندنا هذا اللي هو الساعة الرقمية، هذه الساعة الرقمية، هنا يجي اللي هي الساعة وهنا الدقائق. طبعا في هنا من فوق تقدرون تضبطونها الست والأب والداون والريست، تقدرون تشوفها من فوق. طبعا هذه منظرها ما شاء الله، هذه الساعة الرقمية كيف. طبعا تعطي إضاءة جميلة جدا على المكتب. طبعا يجي معاها هنا حجر بطارية، بطارية هنا تقدرون تفكونه وتركبون البطارية هنا، ويجي معاها هذا السلك الشاحن تشبكونه
في الكهرب. طبعا تقدرون تشبكونها في الكهرب او مع البي سي او اللابتوب تشتغل معه، يعني هي منفذها يو اس بي زي ما انتم شايفين، هذا هو منفذها. تقدرون تحجبون راس اي راس تشبكونه، او انكم تشبكونه على طول في الكمبيوتر او اللابتوب. لكم هذه اللي هي عجينة السيراميك، طبعا زي ما نشوف هنا مكتوب عجينة السيراميك. بالمقص راح نفكها من هنا، راح نقصها الان، نجيب مقص ونقصها من هنا. بسم الله، الآن بعد ما قصيناها هذه هي العجينة السيراميك. شوفوا كيف شكلها، طبعا هي مع الهواء بعد فترة تنشف، يعني راح نشكل فيها أشكال بعدين راح تنشف. هذه هي عجينة السيراميك، طبعا تقدرون تشكلون فيها الأشكال اللي تبغون، فيه منها مقاسات أكبر من كذا تقدرون تستخدمونها. تشوفونها هذه هي عجينة السيراميك، طبعا تقدرون تشكلون فيها أي شيء. الحين عندنا هذه المروحة الهوائية، نضغط من هنا تحليل الهواء، هذا من الأمام وهذا من الخلف، وبدون بطارية، وهذا قوة الهواء. عندنا هذا حامل الجوال، طبعا راح نشوفه، هذا هو حامل الجوال. تقدرون تحطون الجوال هنا، وبعدين هذا تشوفوا كيف يتصفط، يعني ينزل هنا تصفطونه من كذا، وهذه حق التثبيت، تقدرون تثبتونه على يعني عشان ما ايش اسمه يطيح ولا شيء، تفتحون هذه عشان يتثبت يصير ثابت. ترفعون هذه مثلا، بعدين تقدروا تتحكمون هنا في الارتفاع، تقدروا ترفعونها وتنزلونها من هنا. طبعا راح نحط الجوال الان، هذا هو الجوال، شوفوا كيف ثابت، هذا هو الجوال ثابت، شوفوا نجيب من جنب، هذا هو الجوال ثابت. تقدرون تحطون بعد الجوال بالعرض يمسك، شوفوا ثابت. هذا اللوح الذكي، طبعا راح نشوف الان، هذا عندنا اللوح هذا الذكي، طبعا عندنا هذا اللي هو حق اذا كتبنا نقدر نحذف الكلام، وهنا عندنا القلم، راح ناخذ القلم من هنا. بسم الله، الله اكبر. الان راح هذا هو القلم، راح نكتب الان على هذا اللوح، راح نكتب بسم الله السلام عليكم، طبعا هذه السلام عليكم. اذا بغينا نحذفها مجرد ان نضغط على هذا راح يمسح الكلام. طبعا راح نكتب الان ويلكم، ويل كم، طبعا هذه ويلكم. اذا بغينا نمسحها مجرد ان نضغط على زر الحذف هذا راح يطلع يحذف، هذا هو راح يجي منها الوان اللي هو ازرق والوان ثانيه. طبعا هذا القلم تقدرون بعد ما تخلصون تحطونه هنا في المكان المخصص له. هذا اللي حبيت اقدمه لكم، وشكرا لكم. اليوم عندنا هذه الساعه الرمليه، راح نشوفها، طبعا راح افتحها من هنا ونطلع الساعه الرمليه. هذه الساعه الرمليه، طبعا هذه الساعة فيها توقيت هنا اللي هو 5 دقائق، 10 دقائق، 15 دقيقة، طبعا كل واحد من هذولي يعطي حسب الوقت الموجود هنا. طبعا هذا اللون
أصفر وبنفسجي وبرتقالي. طبعا كيف طريقتها؟ راح نقلبها كذا، يبدأ يعد على حسب الموجود هنا من دقائق. راح نشوف هذه كم، هذا راح يخلص في 5 دقائق، هذا في 10، هذا 15 دقيقة. زي ما انتم شايفين الرمل راح ينزل من هنا، شوفوا كيف. طبعا الحين جالس ينزل الرمل، شوفوا كيف الأصفر سريع في النزول، وبعدها هنا البنفسجي أقل، وعندنا هنا البرتقالي أقل. إذا خلص هذا يكون خلصت 5 دقائق، وهذا يكون خلصت 10 دقائق، وهذا ربع ساعة اللي هي 15 دقيقة. طبعا هذه الساعة الرملية شكلها جميل، تقدرون تحطونها وتقدرون تستخدمونها حسب احتياجكم. يعطيكم العافية، شكرا.